يعني انت كان المفروض يتفرج عن يفرج عنك يوم الاربعاء، ايه اللي اخر الافراج عنك؟ ما اعرفش، عشان حكايه التصوير ان هم كانوا عايزين يعرفوا انا صورت ايه ورحت فين وعملت ايه وقابلت مين، ان هم عندهم الوضع في السودان زي ما اتقال في التحيات ان الاوضاع مضطربه شويه، فلازم يعرفوا الدنيا فيها ايه ولازم يعني طب ادينا لمحه سريعه كده عن اللي بيحصل في السودان. بص والله انا ما قعدتش كتير، انا قعدت اسبوع، الاسبوع ده ما قعدتش فيه الا الجمعه الواحده بتاع جمعه لحس الكوع. الناس كانت طالعه بتطالب مطالب عاديه ضد الغلاء، وان لازم الدنيا الاحوال تبقى احسن بكتير، بس حتى الموضوع ما كملش بسرعه، اتفضت يعني الامن السوداني سيطر على المظاهره بسرعه وخلاص الموضوع اتفض. يعني يوم الاربعاء رحت فين؟ يوم الاربعاء انا نزلت اتعرفت على مجموعه من الصحفيين السودانيين. كان مقبوض عليهم؟ لا انا يعني انا اتقبض عليا التلات، يعني التلات يعني قعدت اسبوع. الاربع اتعرفت على مجموعه من الصحفيين السودانيين. يوم الخميس رحت عملت حوار مع صادق المهدي، يوم الجمعه كان جمعه لحس الكوع، يوم يعني التلات اللي انت اعتقلتي فيه، الاربع رحت فين تاني يوم؟ الاربع تاني يوم حولونا على المكتب بتاع حفظ الامن والمخابرات السودانيه، برضو حققوا معانا اجراءات عاديه يعني، بس لقيت نفسي طالعه ادي مذكره اعتقال يعني لغايه لما يحققوا في الموضوع او يبينوا الدنيا عندهم ماشيه ازاي. يعني التحقيقات بقى كانت عباره عن ايه؟ تحقيقات جايه السودان تعملي ايه؟ طب ليه ما خدتيش تصريح؟ صورتي بدون تصريح؟ طيب انت ايه عرفك على البنتين اللي كانوا معاكي كانوا بيساعدوكي؟ يعني حاجات تحقيقات، يعني تحقيقات عاديه يعني. المعامله كانت هناك بالنسبه لك ازاي من اول ما اتقبض عليكي لحد ما افرج عنك؟ بص هي المعاملة بصراحة كانت كويسة يعني، ما حدش أسأل يعني، هو كان تحقيق عادي جدا، حصل التحقيق بشكل عادي. ما كنت قاعدة في معتقل سياسي مع مجموعة من البنات السودانيات يعني السياسيات، بس بعضهم منتمي لحركات سياسية، بعضهم منتمي لحركات شبابية، ده الوضع كله يعني. يعني حسيتي يعني ان في حد من السفارة المصرية في السودان جنبك؟ حسيتي بتحركات امتى من ساعة ما اتقبض عليك؟ انا اقول لك على حاجه، انا قعدت 14 يوم تمام في المعتقل، ما شفتش مسؤول مصري، ما شفتش حد من السفاره جالي، طلبت اكتر من مره ان انا اتصل بالسفاره اترفض، طلبت ان انا اكلم مامتي اتقال لي ده بياخد وقت وان في جهات عليا هي المصرح ليها ان هي تديني التصريح ده، بس